فادنا مصدر بسبيطار الجوي تاع بنقردان البارح بعد نص الليل استقبل 11 شخص في حادث مرور تم في الصحراء التونسية بين كهرباء تابعة للجيش وكهرباء أخرى داخل الصحراء التونسية. فما ثلاثة من الناس ماتوا على البلاصة، واحد مات في السبيطار، زوز عندهم جنسيات، واحد ليبي والآخر قد يكون جزائري حتى قاو في الجيب نتاعو ما قاوش أوراق وقاو فلوس جزائرية، كذلك واحد من الجيش الوطني وآخر مواطن تونسي. البقية راقدين زوز في قسم الجراحة في سبيطار بن قردان، وخمسة تم نقلهم من طرف العائلات للقطاع الخاص في عدد من المدن التابعة للجنوب التونسي.